سؤال. انا الياس كوسي، ولد خال الضحيه. السيده كانت بعلاقه بجوج الناس، طاحت من الكاتريام كيقولوا هما، هي ما طاحتش من الكاتريام. السيده معنفه مضروبه، حنا بغينا نعرفوا الحقيقه، حتى الان باقي ما عرفنا والو. هاد السيده في لامور قالنا ما ديوهاش، معنفه، عندها تربيط في يديها هنايا، ولي بومو ديالها دازت ايمولاجي، بقاو عليها بالبوطي. السيده هبطت من الكاتريام، ما هبطينا وهزوا الطوموبيل حولوا لبلاصه اخرى. واش عباد الله اللي طاح من الكاتريام ما غيتفرقع عليه راس، ما غيتهرس، ما غيدكدك، ما والو. شنو نعملوا حنا؟ بغينا نعرفوا الحقيقه والمصير ديال دوك الناس ياخذوا. السيده هي اللي هزها الام ديالها، هي اللي عندها غير بنت وحده، هزها الام ديالها معاقه، شدوا ثلاثه. منين كنسول دابا الناس كيقول لك السيده، هاد السيده هادي راه ما طاحتش من الكاتريام. مع الضحيه لقاو معها جوج السبرديلات، ودوك السبرديلات عندنا فيديو بانهم كانوا معها في واحد القهوه خارجين. بغينا نعرفوا غير الحقيقه ديال هاد السيده كيفاش ماشي، حتى الان باقي ما عرفناها. الشرعي قال لك طاحت من الكاتريام، والتقرير داو البوليس، والبوليس داو الوكيل، ما يمكنش حنا ناخذو. دابا ملي مشات معنا السيده وشفنا، شافت الناس فوق قبل ما نجيبوا الضحيه، قالت لنا ما ديوش الجثه دابا باش تاخذوا الحق ديالها. السيده معنفه، فيد هنا زرقاء كبيره، صحيح هاد الدريه تبارك الله على خير مضروبه، شبعانا بوطي. واش عباد الله في نظركم نتوما نيت هادي اللي طاحت من الكاتريام شحال يطرى ليها؟ حنا نهزو غير التليفون ونلوحو من البروميان ولا نلوحو من التحت بحال ما هكا ميترو، غير تشد هادي ما شاء الله مشات بحال ما هكا، ما فيها لا ضربه لا والو. حنا بغينا الحق ديال داك الدريه ما يضيعش. رساله كنوجهوها لصاحب جلاله الملك والناس المسؤولين على هادشي ديال الجرائم. خويا غتكون عنده 21 عام، هاد السيده كانت كتسكن هنايا وقع مشاكل، خرجات بما قالت لها ما نخرج نكري مو كارير، ما هي اللي هازه مو وما معاقه دابا، ما كاينش اللي غيجيب لها تكسلمها. اما يلاه شاش غير اليوم الدار جبناها حنايا باش تجيب دارها. كاين واحد الفيديو انها كانت في قهوه، وداك الفيديو كاينين جوج الناس، واحد عنده شي 45 حتى 46 عام، وواحد عنده 23 عام، جوج دخلوا معاها. دخلوا اللي دخلوا ريحوا قبل الجريمه يوم، ريحوا ما كاملش نص ساعه، هبط الصغير جاب الدريه وطلعوا نص ساعه، هبطوا مجموعين. والسيده وعندهم هما جوج سبرديلات، وجوج سبرديلات مشدودين طايحين مع الضحيه مع الجثه، وكيقول لك الناس شي وحدين راه طاحت من الكاتريان. وانت هي قالت لك انا سمعت السيده كتنين، سمعتي ما قديتي تمشي يا المساعده، انت خاصك تعاقبي هذاك السيده اللي كتقول لك انا سمعت. ياخذوا حقنا، حق هذاك السيده ما يضيعش، حق عند الله سبحانه وتعالى. كنوجه هذه الرساله لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والناس المسؤولين على الجرائم.